الماني التي تتميز بالمصداقية. فأول شيء نقوم بشرحه في هذا الموقع وطريقة التسجيل. فللتسجيل في الموقع فقط أول شيء نقوم بوضع اللوغين والإيميل الخاص بك وتكتب هنا كلمة المرور وتقوم بتأكيدها هنا وتضغط على وافق على شروط ثم تضغط على إنشاء الحساب. أنا أنشأت حسابي من قبل ذلك أقوم بالدخول للموقع مباشرة فقط بالضغط على الدخول ثم أضع الإيميل الخاص بي وكلمة المرور. إذا تظهر لكم واجهة مثل هذه فقط أول شيء تضغط على إعدادات الحساب ثم تظهر لك خانة هنا تكتب فيها الإيميل الخاص بك وتضغط على زر تفعيل الحساب فتأتيك رسالة في الإيميل الذي سجلت به فتضغط على الرابط الموجود في الإيميل فبذلك يتم تفعيل حسابك. ثم تقوم بتعيين كلمة الفوترة التي تتكون من 6 أرقام ويجب أن لا تكون متتالية مثلا كأن تضع 3 4 6 9 1. ثم نذهب إلى طريقة عمل هذا الموقع. طريقة عمل الموقع فقط يضع خطط العمل فيها على شكل أشجار. للحصول على الروبل يجب عليك جمع فواكه هذه الشجرة تقوم ببيعها. ستقول لي كيف أجمع هذه الفواكه؟ فقط كما تلاحظ هنا جمعت 4174 مثلا فاكهة من هذه الشجرة التي أعطاها لي كهدية والتي قيمتها 10 روبل. فمجرد تسجيلك في الموقع يعطيها لك وتبدأ بالتعدين. ويمكنك لجمع محصولك فقط تضغط على جمع المحاصيل بأكملها هكذا كما جمع المحصول بنجاح أو جمع الفواكه بنجاح. ثم تضغط على السوق النظام وتقوم ببيع المحصول أو الفواكه التي جمعتها هكذا كما تلاحظون تم البيع وتضاف القيمة التي قمت ببيعها إلى مجموعة الروب التي جمعتها. ثم هناك طرق أخرى أيضا للعمل المجاني. يمكنك تصفح المواقع هنا في هذا الموقع تميز بأنه يعطيك العديد والعديد من المواقع التي يمكنك تصفحها وجمعها كما تلاحظون هناك العديد من المواقع. فهو الآن أعطاني 21 موقع تتصفحها مثلا في الصباح. كلما تتصفح يضيف بعد مدة يضيف لك أكثر. أيضا يمكنك الاستفادة من رابط الإحالة فقط تذهب إلى حسابي هكذا وتنشر رابط الإحالة الخاص بك لزيادة سرعة التعدين. أيضا هناك طريقة أخرى وهي بالضغط على المكافأة اليومية هكذا ثم تضغط على الحصول على المكافأة. كما تلاحظون أعطاني 0.3 روبل وليس دولار. فكل يوم في الأسبوع يعطيك سعر معين من المكافأة اليومية. والآن نذهب إلى كيفية الإيداع في الموقع. للإيداع في الموقع فقط تضغط على إضافة رسيد هكذا ثم تحدد البنك الذي تريد الإيداع منه سواء الأدبي كاش أو الياندكس ماني أو البيتكوين أو الكيوي بوليت أو الباير. فقط تكتب القيمة التي تريد إيداعها مثلا 10 روبل ثم تكتب المراحل ثم تكمل المراحل وتضغط على كونفيرم في الباير فقط وتقوم بالإيداع. الآن نقوم بإثبات السحب من الموقع. وللسحب من الموقع فقط تضغط على دفع النظام هكذا وأنا لدي حساب الباير كما تلاحظون. للسحب من الموقع على الباير فقط تضغط دفع النظام هكذا ثم تضع القيمة التي تريد سحبها مثلا أنا لدي هنا 5.49 هكذا تضع هنا رقم الفوترة للسحب ثم تضغط مباشرة على دفع النظام والسحب هو آني مباشرة كما تلاحظ ممتاز تم إجراء الدفع بنجاح. نذهب إلى حسابنا الفاير ونرى إن تم الدفع أم لا. فقط كما تلاحظون أنا لدي 8 روبل فقط. أقوم بعمل ريفرش للصفحة كما تلاحظون قد وصل إلى حسابي كان 8 أصبحت 13 روبل. إذن الموقع صادق ويمكنكم الإيداع في الموقع. أقوم بعمل ريفرش قد صفر حسابي وهذه القيمة هي ناتجة عن الضغط على المكافأة اليومية. يمكنكم الإيداع لكي تصبح مثلا 10 وتشترون شجرة أخرى بقيمة 10 روبل لكي تضاف هنا شجرة أخرى للتعدين وتسريع الربح من هذا الموقع. إذا هذا كل ما في هذه الحلقة. نشكركم على المشاهدة ولا تنسوا الضغط على زر اللايك. وبالأخير نقول لكم السلام عليكم.